مشاهدين الكرام، مرحبا بكم وسهلا معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج يديروا خمسة الما يقولوا عشرة. ثم شو زيتوا مع العطش وشو زيتوا مع حمى للنهار اليوم؟ فريق البرنامج امشى وجابنا العنصر فلنتابع. تشوفي كرة الليلة داخل الأيام الأربعة مقطوع. ما هو معقول يا أختي، خسر همنا وخسر شغلتنا. وهذا ما هو معقول، كل دقيقة مقطوع ولا يبص شوي ويجي مقطوع. أمي تلفاز اليوم مع الصباح صبحت لي محروق. حتى مالي في الجدان حرقت. مولي والله الا حرقت. حرقت حق لا حول ولا قوه الا بالله. اللي قاعد بي ما خارقني جيت ناخذ اوري لا جمره شعرت فيها النا. اي مده جزت اوتومات لمن هالشيء قاعد يتلاش. انا تلفوني خاسر اللي فات تلفونين بهم كره. اي اخوي مشكله تلفونات الثنتين بعد تخسر بهم كره. مشكله والله. جيت قدم اتصالات هاي مده عاد تخسر بها من كره. كل دقيقه قرا الله قرا الله قرا الله قرا الله لا يجي باص سامبول يجي مقطوع. ونبول كل دقيقه نسوي 20 بول. هاي ما تساوي قضيه الكهرباء عاد تنتم من فوق المستوى ما تلقى شيء بدي نحمل. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. شحالكم يا اخي؟ بخير الحمد لله. يخليك بخير. يخليك بخير. يخليك بخير. السلام عليكم. مرحبا اخي انا اخي 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 خسر اخي 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 وظهر انقطع كراه ورايا وقع كان اللي انقطع انا فم قلت اللي حق الوالده قط جبتها من الشارق هون ضعيفه مسكينه ولا قاعد عليها كلماتي طير معناها كلماتي زير اللي هي شهايد براده ولا هو لي كراه حد اللي انقطع يوني ومن بعد نقلها بمسكينه وني الشعلي هي دقع ماني قاعد نحرك بيا اللي مفدوعه بيا النش حتى ردها باطله الباديه شبه فيها من الكراه اللي عاد مقطوع دائما هي مسكينه ما تحمله الحمى. المهم اني الخروف درتو في الليش دير وخسر وشاياك انت يمد عمرك بيا اللي نعرف عنك في الليش ديراتك واصل انت رقع القايه ندرك تعطيني باش نفطر من اللحم والله ردي بردو احنا في الليش ديراتنا محرقه هذا الشيء باد سولها في الليش ديراتنا محرقه ومع ذا كامل زياده على الفر محلقه النصون لك مغطن عنه ما تحن الشرقع يموت الأول لا عمود رح بالزر رح يموت به طرح تموت إذا نسلم على واحد منهم يطلع لك فكتير ويموت الشر مزاد من النهارين يجيبوا لك الفكتير والنهار الثالث يجوا يقوف عليك ويقطعوا عنك كرة ويوم على المر اللي قاعد أنت كرة ما تبننت بي أنت ذا الشهر مخلص منك وأنت ما تمنت بي لحظة كل قاعدة طالي محروق لك الواية وشن طز جامبول محروق كنت عنكم الواحدين فيه لا الفيافي ما في محصول لا في نتيجة لا يعطونا عندي عنكم نمشي ما هو مهم ما هو شيء عارف لا مش مهم كيفاش ما هو مهم واحد في الباء اخوك ما انت ما استد اخبار ولا عندي انا ودعناك اي ودعناك ودعنا 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 الله ما هو سوي وتمد كل نهار يقطع الهضو كل نهار يقطع الله وخسر حيواننا وخسر في اجداراتنا وخسر وتلفزاتنا كل دقيقه مقطوع له ما هو سوي لا اعطني خليك لي كبين ما هو سوي يا راجل لا سكايس ولا قلت ما يجد حد يتماله ما يجد يتماش صيفته ذي قلت انقطع مو يا الله شغل بعد والله الا ما صالح بعد كراي وجد تراب الفضائي الناس قلت يا طب رجال ثم لا حد ملي ود مسكايس يعرف عن ذي كايس كل ساعه مد قاعده في الظهر انا قاعدين هذا ما يجد يصلح ولا يجد يتماش صيفته ذي معناه انه قضوا قلبهم يوفرونا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا قلباس. مرحبا يا قلباس. يا خير. يا خير وخير تشتغل يا قلباس. يا قلباس. يا خير يا مرحبا. تفضلوا. واصين. مرحبا بيك سرولة تفضل. هذه الفاكتيرة. ها؟ فاكتيرة. فاكتيرة. فاكتيرة الضوء. تمام جن. ليش؟ أنا عندي أربعة فاكتيرات فاتن جابوا لي الكرة. وشي ما يبلغ شهرين. لا عادي ذاك عادي يخليك ذا. أنجاج ما يخليك في هذا وعادي. هذا عادي يحكمه. بيع كرة وقلت يعني الشركة. إحنا ما يعنينا إحنا يعنينا الذي تعطني جوبها لك وتخرص. الشركة. اسمع لي نقول لك اشتهيت تاخذ ما في يومود ان تسبق علي بيلي الشركه مجنن
حامين روسهم وفطان. انت كيف تم مجنون انت فيس والله احمق. انا نعود كره ما قد تبننت به لحظه واحده وكل ليله وكل نهار قرضه 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 وشويش اللي عندي ما يطيحوا في القدحان. وهاي المراه عوارت عين الاثنين واطي عينها يشيل بيقطع كرات كل ليله وكل نهار طز 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 لس فلاسيو. لا انا مو لس فلاسيو كره وفروه النب الدرجه اللي نعود وقدو خلصوا عنه. ما له خالق احنا قد تم وشقلوا كره ما له خالق ما شقلوا كره ما له خالق منين منين لا لو كو وين هو حجاب ما يعنيش كره قديم يعني. شوف احكم فوق تيوتك لا توقد فري منك سيت هان الحال اي فرج حال امو انا بعد حق النبي هذا ما وسو السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. ارانا مرحبين بكم وسهلا بكم. هذه الجماعه اللي هي عدلناها بعد الانتظار نتيجه ان دورنا ابو الحصيله اللي حصلت لنا في جميع المجالات وخالد موضوع واحد هو اللي نطرحه بعد حفيظ. نحن الذين نعانوا منه هذه الرواية اللي هي صحيح هذا القرآن قضيته قضية بتينة و... و... وكيف ما قلت لكم مدى تم لكم جميعين يقطعنا القرآن وبين بطل من الطائفة الله ما تراه شهر نبقى نعرف الرواية مناش مع الوزير تفضل احنا تشتري الكهرباء احنا قطعنا غير الحمد لله مرحلة كبيرة وقدمناها تبارك الله وتقدمت ولاحقة مرحلة قد اللاحقة يا غلش الكهرباء فعلا فهم انقطاعات خارج في زبل السلك الدبلوماسي في زبل ايش خال شوي والنافي ديسيون السلام عليكم ورحمه الله. حنينه تفضل انا نقول لك عن هذا الانقطاع انه الماكينه الكبيره انها طالعه للحراره لاحقه فيها الحراره 120 لكم راسل الدار باقي صنعتي للنور ومدين قال الماكينة طالعة الحرارة ومدين قلت لك سيد الوزير عنها وما قلت الحرارة طالعة لك انت عنها والنامس حنيني والنامس لحقت 35 انت سمعت والنامسي راعي عن حنيني حنيني خلي داخل الموضوع خلي داخل الموضوع خلي تفضل انت تفضل انت سيد الوزير اختي يقول لك عنها داخل المشكلة من الكرة هذيك الساعة انقطاع علينا في ماخذ النواة ثلاث دقيقة داخل النواة باش نعرفوا الناس هذه مشكله كبيره مطروحه ولوه دور درجه انت ذي كمي انت ذي سيد الوزير انا بعد اختار قاعد كلام الحروات كره غادي الله ما تنخال ما تنخال نهائيا قطع شيء قالوا الوطن وقال لنا تكمي كانت سجاريت وتخاخي ايش ما قاعد كم كور شوف المدربزاتنا وفريج ديراتنا قال طبعا عندنا كره قاعد هذه فكره زينه ها سمع الوزير احنا قضية الكهرباء احنا نعرف عن ذم اخطاء وخلل فني الكهرباء حنيني شوي انت تفضل تبوي سبوكانجي ارغاي سبوكانجي ارغاي ارغاي اخي سبوكانجي اخبار من كوره سبوكانجي دم لفري الله يرضي علينا سيد الوزير احنا مكاننا في مخالف شوي وداخل الله يرضي علينا الله يرضي الخطه سيد الوزير الخطه الله رانا الروايه هنا فيها الله يرضي علينا لا يتم وقتنا بعدين اجتماع نقبلوا السندل ونقدوه شنو علاقة بهاي السنترال المعدلة بهذه كمية العنب اللي قلت لنا العنب ما عنده علاقة بالموضوع اللي هو السلام عليكم ما عنده باع ما على الله ترى عنده باع شوف انت لا تقنع حلقة اياها على اننا نتكلموا بموضوع كهربائي عام تقول لنا على العنب بعدين كيلو بس ب 150 السلام عليكم شوف سبحان الله البروبليم هذا مو موضوعنا لا هو اللي نناقشه اسكت عنهم مرة تفضل انت مسيو البريزيدون
جا فاسكر افيك يا وبليه الكره لا شو ذيك انا نسيت لك راطين تو حلنا فيها خلينا منها تكلم لك ثاني والله لا دوفرك ما دوفرك ما يا لك يا افيك لي لمون تعرف لا اني شو صار باسكو يا وبليه سي باسكو سي لا انتردي يا غير حنيني انت تقول لنا سيت على انتردي للموضوع اللي شدوا اخبار اخبار تجيب لنا اخبار افطار الصايم نو نو افطار الصايم عشان بقع بك ديالك هاي هو اللي نقول لكم احنا قاعدين الناس هواي حساسه كل مواطنين تلقى تخبيط وكره ربطوا على وش يقول افطار الصايم لا لا عني حنيني شوي حنيني شوي حنيني حنيني واضح واضحه فكرتك واضحه لنا حسب الله يكون يديكم ولا فباوا خارسين هذيك ياس من السندر خاديك انت مو جو نقدوم ما قدرنا نشتغلوا كلكم عنده والله يطرش والله كل واحد فيهم مع والله يا جماعه الله يعلمكم واحدكم هذيكم عنده والله يقضيها لنا احنا ما فرات انت يا تفضل حنينه شوي نختار نقول لك تفضل السيد اللي مجمع بينا عيانه اخواني هبات وزرقوا كيفاش كيفاش كيف هذا ما هو حامني سيد مثل راسي وانا المقعد جبت السوداء تالي ايوا ولا لا هيك تحاسب منه شي خطر احنا وليش شنو علاقته بموضوع احنا علاقته عني ما نتكذب ما شواقي حرب قلت بيل ان فراه انه جاهز هذه ماني باقي نقول انه كاع شي صغير شي صغير قاع راهي محترمه قاع احنا مو عليك السلام عليكم هي اسحب لي شويه اسحب لي صباح ديم راجع كاين حنا شويه ايه دائما انا شويه انا كلمت له تفضل 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 بيجي لي البارح انا متعشي في الدار وتميت كيف انه طرح لي العشاء يمين كان فاطمي مغسل طعن الروح وكان فاطمي مغسل وبعد اني كتبت الشير حق بطيطه العربي لا حول هذا من هش هذا من انقطاع الكهرباء ثانيه اخرى وما ايش خلونا هي وصفي لي ساكن احنا العشره مرشينا وصل عندنا مره واحده المساله الثالث عندنا ما خلنا ما يكون تكلموا لنا قاعد تفضلوا المساله الثالثه النقطه الثالثه هي عندنا كان عندنا شنو ديوك وبيع ويا سلام عليكم وفلش دابنا انا صاوى الثاني من الاخبار نعودوا لين نسووا قضيه معينه من تعني المواطن تتكارن فوق راسنا نقعد عنا التحت المهم اني انا بعد خرجت مخبار لازم تفضل السلام عليكم تفضل السيد المسؤول رملات من القدر ما هو على حالته لي رملات من الكل اللي شايب علي انا هاي الارقام اللي قلت لك وانا ماني راجع عنها هاي الارقام وانا قبلناها بعين الاعتبار وهي الارقام نحن مهمه عندنا واساسيه عندنا نتيجه على من المكاين مؤطات بهم درجه الحراره لا هنا مكسور من الحراره باذن الله تعالى تفضل قاعد عندنا تفضل قاعد زين برك جماعه في نهايه هذا الاجتماع اللي هو اللي مولانا يعني لان ما قدرنا نوقفوا فينا هذا قطع الكهرباء الا من تحنا اللي يحلفهم ينقطع عنا القران لا نقول لكم روايه واحده لان الحمد لله هذا اللي قالوا الكهرباء عندنا منه ستوكات وعندنا منه كميات هائلة شي منها انتشرت اللي ينقالوا الكازرات حق الله سمعتوني اللي ينقالوا لنيش ولكن دي معاد الحمد لله نحن الحمد لله جاينا طالب من الخالق اللي ينقالوا ويدور اللي ينقالوا الكرة ولين وفروا ان شاء الله تعالى عندنا الصين جاء طالب منها ولين مشهولة 8750 كيلو وات عن طريق انابيب ديموغرافيه اللي يوصلوا عن طريق الشبكه الصحيحه موجوده عندنا هذا نظرا لعندنا باج انا طلب من جوارنا هاولي قالوا السنغال ومشينا نمشي من كوره هذاك ذاهبين وعندنا طلب اخر جاينا من عند هذه العظيم الطفيل هذه اللي قالوا ميسي اللي قال لها ارجنتين ولا ديال باصه هي باصه هذه يا كان هذا كامل كوران اللي يوزعوه والمواطنين اللي بقاو يمدوا السندل وإذا بقاو يشوفوا شيء يعني الناس أدى يعملوا وتروح طايح وفضل ما تجعل هذه هي 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 حمينة سيد مدير توزيعات على سانتر مواطنين ما بوينا معاهم الإعمار حنونة حنونة نحن مواطنين ما بوينا معاهم الإعمار بداية المطلع عندك وهاب شاكركم بعد على الإجماع اللي هي وشكرا للآراء الله يرضى عليك.
في نهاية الحلقة نقول لكم صوما مقبولا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.